مبادرة بتجمع كل المؤسسات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني في مصر. مستنيين حضراتكم إن شاء الله يوم 17 في استاد القاهرة في أكبر تجمع لدعم كل أهالينا في كل أنحاء مصر. وعلشان نفرحهم ونفرح معاهم قبل بداية شهر رمضان المبارك، كل سنة وانتوا طيبين، ويا رب دايما كتفنا في كتف بعض.